أحبائي المشاهدين، برحب فيكم من جديد بحلقة جديدة بعنوان أحداث جارية. هذه الحلقة أحبائي أيضا كالحلقات اللي سبقت منذ عدة أيام هي تطال فقط موضوع انتخابات ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا. لذلك نحن الآن بث مباشر على أوبتس دي 2 بغطي أستراليا وبغطي نيوزيلندا، لكن ممكن من يتابعنا في البلاد الأخرى والقارات الأخرى ممكن يشوفونا على آيباد، آيفون، إلى ما هنالك من خلال الإنترنت. إنما القارات الأخرى نحن لا نبث عليها إلا فقط إذا شخص دخل على أستراليا، يعني على القمر الصناعي أستراليا. أحبائي، هذه الحلقة كما قلت هي بخصوص الانتخابات، لأن قناة الكرمة كعادتها وباستمرار، ونشكر من أجل هذه القناة المباركة، بتحب باستمرار أنها تدعم كل شخصية مسيحية، كل عمل مسيحي، كل شيء في خير ومحبة للحفاظ على الديمقراطية، للحفاظ على الهوية المسيحية. وكان بالحري عندما يكون في انتخابات وأشخاص كثيرين طبعا ترشحوا للانتخابات، خاصة عم بتكلم هنا ما يطال في أستراليا. طبعا نحن في أستراليا نعتبر أننا كنا تقريبا بأجواء فيها ديمقراطية عظيمة ولا تزال، لكن بسبب الإرهاب والمتطرفين والظروف الصعبة نخشى أنه إذا ما تسارعنا وما انتبهنا على الأوضاع ممكن يفلت زمام الأمور من أيدينا، وبعدين نبكي على الأمور بعد ضياع الفرصة. فأنا أحبائي، نحن سنتكلم بنعمة الرب الآن بحوار مع أحبائنا من الحزب المسيحي الديمقراطي CDP Christian Democratic Party. معنا ضيفين في الاستوديو، والضيفة الثالثة رح توصل بعد قليل، لأن هي طبعا عم تتابع بسموها المهرجان الانتخابي. والأحبة نشكر رب وصلوا تقريبا قبل شوية. معنا حضرة الأسيس الفاضل، معنا الأسيس إدوارد رويال. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك حضرة أسيس جون. الرب يباركك ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا شكرا. الرب يبارك. خطوة مباركة أنه أحبائنا يترشحوا عن الحزب المسيحي الديمقراطي. نعم. الرب يباركك. وطبعا رح نعرف أحبائي بإسهاب عن كل مرشح، لكن فقط في البداية بحب أعرف على ضيوفنا ونشكر ربنا. احنا معنا أيضا الأخ المبارك ماثيو أورمات عطية، وهو طبعا شخص أكتيفيست ناشط رائع جدا من أجل الفكر المسيحي والإيمان المسيحي وحماية حقوق المسيحيين وخاصة الأقليات في الشرق. نشكر رب من أجلك خينا مات. ربي بارك فيك. أسيس، فرصة سعيدة جدا. شكرا. نشكر رب. دي مش أول مرة معانا، دائما ناخذ بركه بنيجي معك اسيس. ربي يباركك، ونحن كمان ناخذ بركه. ربي يبارككم، وخطوه سعيده، والربي يعني ياخذ بيدكم ويكمل معاكم، لانه دي امور كما قال الرب اريد، او كما يقول الرب يقول طلبت من بينهم رجلا يقف في الثغر امامي ويبني جدارا عن المدينه لكي لا اخربها، لانه كان في شر رهيب. فلكن لما بيجي جبابره وبيوقفوا في الثغر امام الرب فبيدافعوا، اذا جاز التعبير بهالمعنى، بيدافعوا عن الخراب، يعني عن الناس اللي ممكن يطالهم الخراب. امين. فانا برحب فيك من جديد اسيس ادوارد، وربي باكك. حضرتك نازل مرشح عن الحزب المسيحي الديمقراطي لمنطقه فيرفيلد. نعم. ونشكرك من أجلك، عندك همة وحاولت أنك تغطي ولا تزال تغطي باهتمام بالغ موضوع يعني المهرجان الانتخابي. نعم. فيو ار اكزوستد، يعني متعب، مرهق، كلكم مرهقين. بس ربي كمل معك. شو بتحب تخبرنا قليلا قليلا من هو القس إدوارد رويال، ولماذا اخترت أن تترشح نيابة أو عن مركز فيرفيلد مع الحزب المسيحي؟ نعم نعم حضرة قسيس، حابب أسلم على مشاهدين برنامجك الكرام. فرصة سعيدة لنا، وإحنا أنا بشجع المشاهدين أيضا أن يتواصلوا معنا، يعني إذا عندهم أسئلة أو تداخل معنا يكون هذه هي فكرة هذا الاجتماع مع بعض الشركة. بالنسبة لي أنا خادم في فيرفيلد، خادم كنيسة في فيرفيلد لمدة 15 سنة مضت، ومنطقة فيرفيلد أنا عايش فيها صار لي 22 سنة، وشهدت التغييرات اللي حصلت فيها، والبلد اللي احنا عايشيها هذا فتح أبوابه لينا لنتمتع بالحرية ونتوفق وننجح، الأبواب مفتوحة لينا كلنا. ولكن لما وصل الحد انه بنشوف انه هذه حريات اللي هذا البلد بنى عليها ممكن ان تقيد حرياتنا، وشفت المدينة بالنسبة لي ايضا اللي انا عايش فيها تدهور حالتها، فبالنسبة لي صار الوضع انه ليس وقتا للسكوت.
ليس هذا وقت للسكوت. تكلمنا كثير لكن ما في أي حركة من الأحزاب الكبيرة. فإحنا قررنا إحنا مثل ما ذكرت حضرت قسيس أنه ربما هيأنا لوقت مثل هذا لنقف في الثغرة. فإحنا قررنا أنه إحنا نمسك موازنة القوة في السياسة وأيضا نغير الفساد السياسي اللي حاصل أيضا ونظر لهم كيف هو السياسي اللي فيه نزاهة واللي فيه الصدق وفيه هو فعلا يمثل الشعب وفعلا حاضر ليهم دائما متواضعين وخادمين أيضا. فاللي خلاني احنا خدمتنا نخدم الناس وفي صميم هذه الخدمة اللي احنا كنا نخدم فيها في كنائسنا الرب فتح لنا باب كبير والظاهر كان مهيئنا لنخدم على يعني بيسموها بيك سكيل على ميزان واسع والرب فتح لنا الباب هذا. وحزب المسيح الديمقراطي حقيقة هو الحل في ظروف الصعبة اللي يمر فيها بلدنا والعالم كله محتاج وقفة صادقة وقوية. فإذا يعني اختيارك لأنك تكون مع الحزب المسيح الديمقراطي وجدت أنه من الأنسب أن تكون في حزب تقريبا فيني أعتبره لا يخضع لضغوط ومصالح خارجية بل يسعى أن يكون فقط يعني بحسب قلب الرب وبحسب كلمة الله. نعم بالضبط حضرة القسيس. وإحنا نعرف فريد نايل يعني رئيس الحزب صار له يعني أكثر من 34 سنة رجل واقف من أجل المبادئ الحرية اللي إحنا نتمتع فيها وهو الرب يعطي له طول العمر يعني يمكن الرب وقفنا أيضا حتى نرفع مع هذه الراية اللي ابتداها والمشوار اللي ابتدا. آمين آمين. أشكرك جدا أسيس أدوارد. بتابع معك أخي مات عفوا. حابين كمان من جديد نعرف أحبائنا على من هو الأخ مات السيد مات عطية. بعرفك أنا من زمان ونشيط جدا أنا بعرفك بس الشعب لازم يعرفك أكثر كمان. مات عطية أنا سيلف امبلويد اكاونتنت شغال محاسب. ساعات كتير جدا يعني بشكر ربنا أن أنا في البلد دي ففي ناس يعني أنا قعدت أفكر كتير جدا لما ربنا جابنا البلد دي جاب لنا ليه يعني أنا جاتني الفرصة مرتين أجي استراليا وأنا شبه كنت متردد بس حسيت ربنا جابنا البلد دي لهدف وكل يوم ربنا بيشتغل معانا عشان يوضح الهدف بتاعه. أنا لما جيت وقارنت بين الأحزاب كلها وشفت اللي بيحصل في البلد اخترت الحزب الديمقراطي المسيحي. لقيت في الحزب الديمقراطي المسيحي بالقيادة بتاعت فريد نايل اللي 34 سنة دلوقتي بيخدم في البرلمان حزب بينادي عن المبادئ الإنسانية. يعني استراليا اتبنت على المبادئ المسيحية اليهودية البرلمان ابتدى عليها. نعم يعني لما بتقول حضرتك المسيحية اليهودية أي بناء على كلمة الله كلمة الله على الكتاب المقدس نعم. عشان كده جنسيات كتير جدا وديانات كتير جدا بتيجي استراليا وتعيش تاخد حقها. يعني لو تقارن استراليا بالسعودية السعودية ما تديش حد غير مسلم أو حد مش مولود فيها الإقامة. استراليا بتدي أي حد الإقامة يجي ويعيش فيها وبتعامل البني آدمين على مستوى ليفل واحد. ده بسبب المبادئ المسيحية اللي اتبنت بيها. المشكلة اللي واجهناها في الفترة اللي فاتت دي كلها ان اعضاء البرلمان كلهم عايزين يبقوا بوليتيكلي كوركتنس عايزين يبقوا كده يعني مش عايزين يعني يبقوا ايه يقول لك البلد دي بلد يعني بلد علمانية ملهاش دعوة بالدين وانا احترم كده بس انت يدون ما ترجعش وتربطني في الدين بتاعي وتحط علي مبادئ وتحط علي حاجات تعرقل لي ان انا اعيش حر في البلد دي. نعم. فانضمت للحزب المسيحي لان الحزب المسيحي بينادي بالمبادئ اللي هي مبادئ الحرية لكل واحد يقدر يعيش في البلد دي بالحريه اللي هو عايزها. طيب انا اشكرك جدا. اخي القس ادوارد ماذا تظن انك ستقدم لمنطقه فيرفيلد لبل خلينا نقول لسيدني لنيو ساوث ويلز لاستراليا؟ نعم نعم نعم. بالنسبه لمنطقتي الانتخابيه فيرفيلد مثل ما ذكرت من قبل شويه خلال 10 سنين مضت وضعها متدهور جدا وضع المدينه يعني السي بي دي مركز المدينه ما في أمان. الأمن مفقود بالأخص النساء يخافون يمشوا بالشوارع في مسببات لهذا الأمر أنا مشخصها وممكن أذكر بعض منها.
وأيضا الوضع الاقتصادي للمدينة، المركز المدينة مهملة لدرجة حتى السمول بزنسز يعني بيعانوا كثير، وكثير منهم حيسكروا، مهملة من قبل الكنسل البلديات حكومة المحلية. أنا عندي رؤية لهذه المحلة، لأنه عايش فيها 22 سنة، وفي خلال 10 سنين مضت شفت التدهور بينزل، والكل مشاهد هذا الأمر. وصل الحد أنه من أجل أولادنا وأولاد أولادنا، إذا ما تدخلنا في هذا الأمر ممكن منطقة، ممكن أسميها جوست سيتي، راح تكون مدينة أشباح، راح تصير مشاريع بعيدة عن المركز المدينة، ومركز المدينة هي لازم تكون فخر المدينة بالحقيقة. لهذا يعني ليش ممكن تسميها مثلا مدينة أشباح؟ ليش ما منقول أنه ممكن يكون في الوضع الماشي حاليا يعني يكمل بازدهار والى ما هنالك؟ يعني ليش في مسببات معينه مثلا؟ نعم نعم، من الامور فيها المدينه عم تكثر فيها الرجل الغريبه مثلا، العقائد المتطرفه، الافكار، ليش مثلا ممكن تكون مثلا نعم المخدرات؟ نعم 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 نعم، واحد من العناصر اللي فيها مثل ما ذكرت غياب الحكومه المحليه اهتمامها بالمنطقة. مثلا المحلات اللي تفتح، المحلات التجارية، ما في محلات تجارية. يعني تقريبا هلا عندنا في شارع واحد تقريبا 15 داي فاميلي كير، 15 داي فاميلي كير، يعني الأبواب مقفولة، ما في passing trade، ما في ناس بيروحوا بيتجولوا. في قهاوي داي فاميلي كير، يعني مثلا اهتمام بالعائلات، مكاتب. نعم. هو مكتب، بس مقفل، مكتب فيه كم موظف، نعم، وقافلين باب على حالهم. هذول ينظمون الاضبارات والاوراق تبع في عائله بتعتني باطفال عائله وكذا وكذا. It's like a بس program. بس 15، انا معلش عم اقاطعك، نعم، لانه نعم ما بدي تفوتني ولا كلمه، نعم، لانه كل كلمه عم تقولها انا مركز عليها. حلو. 15 فاميلي داي كير بمنطقه صغيره، شارع واحد، ده ملفت للنظر، حتى ممكن يكون في بعد، نعم، لغايات وخطط ابعد. نعم، هذا بدي اقول لك، يعني هذا في شارع واحد، يعني في يعني ما بعيد، يعني احنا نريد هذا شارع تجاري، المفروض يكون هذا كان مركز، نعم، المدينه. بعدين عندك قهاوي، عندنا قهاوي للرجال فقط، هذه فكره جتنا احنا، جايبيها من الشرق الاوسط، العقليه العربيه اللي جايبين انه بس الرجال يقعدون في المقاهي. بصراحه كل باب اقرع وانا ازور البيوت واقدم نفسي كمرشح للمنطقه، من استرال ومن يونانيين ومن العرب ومن المسيحيين والاشياء كلهم، حتى المسلمين، يمكن مسلمين يتشكون انه ما يقدرون يمرون بهالشوارع، لانه رجال قاعدين حاط النرجيله والجيجاره، ويعني اذا تسمح لي هذا قصيد، يعني بعضهم عينيهم مش نظيفه كثير وبرموا كلام، البعض هذا كلام من كل الطائفات، نعم نعم، من كل الجنسيات انا سمعت هذا الكلام. هذا عنصر اخر، المدينه محتاجه كافيهات، محتاجه مطاعم راقيه حتى تجذب العوائل للمنطقه، محتاجه شويه تغيير واجهتها. انا في عندي رؤيه للمنطقه، محتاجه لتنوير اناره وبوليس نعم نعم، في انا عندي فكره وعندي رؤيه للمنطقه، وان كانت مشيئه الرب وانا انجح في هذا الامر، في هذا الامر، في هذه الانتخابات، فانا عندي خطه لها. يا ريت يا ريت يا ريت الرب يعطينا هذه الفرصه حتى يكون لنا امن. من العناصر الاخرى ايضا المدينه، انه الكار باركينج فيها مشكله، والحكومه المحليه بدها تنكر هذا الامر انه في مشكله، وهذا له مسببات اخرى لمنافع شخصيه. لكن بالنسبه احنا مثل ما قلت انه الرب ربما هيئنا لهذا الامر حتى نحارب الفساد الموجود. نعم. ربما حضرنا احنا اللي محتاج المنطقة، وناس يقفون المادة ما لها قيمة عندهم، ومحتاجة انه ناس مستعدين ان يحاربوا الفساد اينما يوجد. الناس ما ممكن يشتروا لا بالكلام ولا بالمادة، ناس مبادئ
وهذا البلد اصلا مبني على هذه المبادئ، مبادئ الصدق، مبادئ الحريات اللي جينا احنا وتمتعنا فيها، الناس قبلونا، تحس انت انسان محترم مقدر، الابواب مفتوحه ليك، متساهلين، مساعدين جدا. فاحنا جايين من تقديرنا لهذا البلد وإلنا ومستقبلنا واولادنا. يعني هذا لما نقول حزب المسيحي الديمقراطي، احنا لسنا نمثل حزب المسيحي فقط، يعني من فكر تعصبي فعلا حضرة قسيس. يعني ممكن تستغرب ان المرشحين هذه من يوم بسنين لحد الان معظمهم اللي يرشحوني مسلمين من السنة ومن الشيعة. عجب يعني هم لازم يخافوا، لازم يخافوا من الكلمة. ليس أمر بغريب علي. نعم. حضرة قسيس، ليس من أمر بغريب علينا. نعم. لأنه جايين مثلي ومثلك، الناس جايين هالبلد يرتاحون، جايين هالبلد حتى يتمتعوا بالحرية، حتى يوفقوا. إحنا ما بنتكلم يعني يجيبونا مسكوت من فريد نايل. هو ما بيقصد المسلم العادي، هو بيقصد إحنا بنحاول نحمي المسلمين من الفناتكس هذول اللي جايبين عندهم أجندة، المتطرف المهوس واللي حابب يضغط عليهم، فإحنا سند ليهم. ولهذا هم حاسين فيها، ولهذا يعني حضرة قسيس، يعني حزب المسيح الديمقراطي يعني ليس للمسيحيين فقط، إنما يمثل مبادئ اللي هذا البلد هو انبنى عليها، وإحنا جينا لهذا البلد حتى نتمتع فيها، فمن حقنا ونواجب علينا أيضا إنه نحافظ على هذه الحريات وهذه الامتيازات اللي عندنا، يكون مكان نتعايش معه بحرية وبسلام. كفاية لينا من اضطرابات اللي تينا فيها من البلدان، ما قدرنا وانسرقنا وانهبنا وراحتنا راحت. نريد هذا البلد يكون هنا، والزعيم هناك يتربع على الكرسي في 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 الشرق الأوسط حتى لو ما بيعرف يكتب اسمه. نعم. خلص. نعم. المهم عشيرة. نعم. والمهم محسوبية. نعم. لكن هون لا، لازم. نعم. الإنسان يكون عنده وعي، والرب أعطانا فرصة ديمقراطية، وأيضا نفكر كيف نحمي عيالنا، مستقبلنا، إيماننا. يعني أنا حتى الحريات بالنسبة لي بتهمني، وأنا كنت عم أتكلم هذاك اليوم مع الأخت لارا، والأخت لارا وصلت حتدخل معنا بعد قليل. الأخت لارا كانت عم تقول لو أنه في ضرورة أنه يعني نحن ككنيسة نملك البلد، أنا ما بقبل، لأنه الكنيسة المفروض تقعد على جنب والأديان تقعد على جنب، ويكون في ديمقراطية وحرية للجميع بالتساوي وبمحبة، والشخص المخرب يأكل جزاء. نعم. يتقاصص. نعم. وهذا أفضل طريقة، لأنه هذا الفكر المسيحي الحر، لا نفرض أي شيء على غيرنا. نعم. ولا نريد غيرنا يفرض علينا أي شيء. ربي بقى كتب. أنا رح أخذ فاصل قصير. نعم. وتدخل معنا الأخت لارا لأنه وصلت من المهرجان الانتخابي بتاعها. وأحبائي طبعا اسمحوا لنا من فضلكم، لكن بعد الفاصل أحبائي بحب أن اسمع اتصالات منكم، مش لآخر لحظة، من فضلكم ابتدوا معنا، لأنه ممكن أسئلتكم تفيدنا كتير وتخلي الأحباء المرشحين يعني زي ما تقول هيك تحرك الجو معهم قليلا حتى نسمع منهم المزيد. على فكرة من كم يوم كان معنا رئيس الحزب المسيحي ديمقراطي السنادور فريد نايل، وكان معنا القس الدكتور روس كليفورد اللي هو طبعا مرشح على المجلس الشيوخ أيضا، وكان معنا الأخت لارا طو المرشحة عن جرانفيل، مقعد جرانفيل في أستراليا طبعا بسيدني. لكن ايضا مثل ما قلت انه كمان امبارح كان معنا مجموعه من حزب الاحرار، وكان معنا السناتور ديفيد كلارك، ومعنا مرشح عن مركز فيرفيلد السيد شربل صليبه اللي هو طبعا بنفس الدائره مع الاسيس ادوارد. وربما نجي شوي قليلا على الموضوع، لانه امبارح السيد شربل صليبه شكروا كثير للقس ادوارد على تعاونه البسيط، طبعا ما فيش تعاون كثير. وكان معنا ايضا السيد اندرو روحان. فنحن استضفنا السي دي بي يعني كريستيان ديموكراتيك بارتي وحزب الاحرار، وتواصلنا، مدير الاستديو تواصل مع حزب العمال وارسلهم ايميلات حتى يتواصلوا معنا، لكن لم نسمع منهم اي حاجه. نحن كقناه كرمة كما قلت لئلا يساء فهمنا، كل نائب مسيحي، كل نائب بحب يامن الامان والايمان والمبادئ والديمقراطيه، نحن ندعمه ونعطيه ساحه ومساحه حتى يعبر عن رأيه، شرط أن نمجد الرب في كل ما نقوله وما نفعله. ابقوا معنا بالفاصل من فضلكم، بعد الفاصل وبحب اسمع منكم أيضا تعليقاتكم. Percent of Australians were Christian when the Australian Constitution was formed in 1901.
This means that our Australian values and attitudes that govern our nation, that give us freedom, and that welcome all people from all walks of life are Christian. In the last census, the vast majority of Australians said they're Christian. Governor Phillip, Richard Johnson, Samuel Marsden, Prime Ministers Deakin and Barton, Captain James Cook, Charles Sturt, Sir Douglas Nicholls, Governor Lachlan Macquarie, David Unipin, Caroline Chisholm, Mayor Ribie, and Sir Douglas Nicholls, who are featured on our currency, were all Christian. An enormous number of charities have been started by Christians. We thank these charities and the selfless contribution they have made to Australian culture, especially in times of need during natural disasters, floods and bushfires. They support us. Are we supporting them? Even our education system was started by a Christian, the Reverend Richard Johnson, the colony's first chaplain. That was funded by Christians to help Aussie kids. Chaplains still selflessly donate their time in schools. Why not give church a go? What else are you doing on Sundays? There are now plenty of different styles of worship, from modern to traditional. So do a church crawl and find one you like. Opening hours are usually on notice boards outside a church. Our children have a right to celebrate Christmas. Our children have a right to understand Easter. Our children have a right to their Christian heritage. Do you want your Christian heritage to be eroded and our Australian way of life to be destroyed? Then speak up when you hear discrimination against Christians. Reclaim our heritage and protect the freedom that we all enjoy. I'm Christian. I'm Christian. I'm Christian. I'm Christian. We are Christian. We're Christian. أحبائي من جديد، برحب فيكم ببرنامج أحداث جارية بمناسبة انتخابات ولاية نيو ساوث ويلز بسيدني أستراليا. نحن نبث الآن بث مباشر على القمر الاصطناعي أوبرس دي 2 لمنطقة أو لأستراليا ونيوزيلندا، لكن كما قلت في البداية أي شخص في العالم على الإنترنت ممكن يشوفنا بالآيباد بالآيفون وغيره. فبرحب فيكم من جديد ونشكر رب من أجل أحبنا بالحزب المسيحي الديمقراطي Christian Democratic Party CDP مرشحين في 93 مرشح عن الحزب وفي 20 مرشح لمجلس الشيوخ. ونحن الآن طبعا معنا ضيوف، برحب فيهم من جديد وخلينا نرحب أيضا بلارا بالمناسبة لأن وصلت. أهلا وسهلا فيك مدام لارا. مدام لارا طو سليمان، ربي باكك ونتمنى لك التوفيق بالحملة الانتخابية. وطبعا من جديد برحب معنا حضرة الأسيس إدوارد رويال، من جديد برحب فيك، ربي باكك. ومعنا أيضا السيد مات عطية، أيضا مرشح عن الحزب، ربي باكك خيمة. وبحب اسمع منك ببعض التفاصيل خاصة الشجون والشؤون والأمور التي بتريد أنك تشرحها، تريد أن تشرحها، وماذا يصادفك من طبعا إذا بتحب تتكلم عن إتعاب ومتاعب بالحملة الانتخابية التي تؤكد أن هناك إشكاليات حتى في أستراليا. ليفربول قريبة على فيرفيلد، نعم، ففي حاجات كتير جدا شبيهة تحصل في ليفربول زي ما الأسيس دور عليها، عشان وقت برنامج أنا مش هكررها. نعم، بس احنا عندنا مشكلة زيادة في عدد الإسكان في ليفربول كبيرة قوي. فيرفيلد شبه اتقفلت لكن ليفربول لسه بتتوسع. في نفس الوقت ما فيش الفاسيليتيز ولا الإمكانيات اللي تسهل للناس انها تنقل في المنطقة. يعني انا اتقابلت كتير جدا مع دكاترة وممرضات وممرضين في ليفربول هوسبيتال بيقولوا للناس بتقعد في الامرجنسي ديبارتمنت بال 15 و 18 ساعة عشان يبقوا لها سرير، مع ان المدير بتاعت المستشفى بتقول احنا عندنا اماكن كتيره جدا، لو عندها اماكن وسرايل تراعي الناس دي كلها. نعم، للناس بتقعد الناس الكبيره عشان يتعمل لها عمليه مثلا بتقعد ويتنج ليست على مثلا سنه ونص. الناس دي ما تقدرش تشتري برايفت هيلث انشورنس، تامين صحي خاص، عشان تعمل العمليه. ففي حاجات كتير جدا الناس الغلابه والناس اللي هم حتى الافريج فاميلي انكم
سيد بالعربي ما فرق اللي هم الناس متوسطين الدخل نعم. اللي مثلا واحد وزوجته بيشتغلوا يعني بمرتبات عاديه لازم يستنوا دورهم في السيستم ومش كل واحد يقدر يأفورد ولا يقدر يشتري التامين الصحي الخاص عشان يزقوا في السيستم نعم. برضه في مشكله كبيره في ليفربول الامن ضعيف جدا هناك يعني حصلت مشكله قبل كده في مدرسه من كام سنه وقبضوا على بعض الطلبه عملوا مشاكل في المدرسه فالناس اللي في الكوميونتي هناك راحت اتخانقت مع البوليس وعايز تطلع الناس بالعافيه من اسم البوليس وده في حد ذاته مش صح عشان لازم الناس تحترم القانون فالحزب الديمقراطي المسيحي هيحط استراتيجيز وهيحط خطط ان احنا نقوي وندعم الحاجات دي كلها هناك احنا كل واحد عايش في استراليا لازم يحس بالامان لان لو انسان عايش في بلد من غير امان عيشته تبقى صعبه جدا يعني انا فاكر في الانتخابات اللي فاتت عندي في الستيت الكشن بعض المتطوعين اللي كانوا بيساعدوني ناس كتير جدا ضايقتهم البوستر بتاع ريفرند فريد نايل وبتاعي اتحطت فيه الصور اللي محطوطه على المدارس بعضها اتقطع حطوا فيها خرمه حطوا خرمه في عينها يعني 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 واضحه الناس كلها يعني حد عمل كده وقعد يقعدوا يضايقوا والناس اللي بتوزع الورق ونحن في استراليا ده حصل وانا كلمت البوليس والميديا والحاجات دي كلها قالك احنا ما عملناش حاجه فدي حاجه يعني جبن الناس بتعمله كده انا في الحمله الانتخابيه بتاعتي حطيت بوسترز صور كتير جدا في ليفربول معدي امبارح نفس الاماكن معظم الصور دي اختفت راحت فين انا عايز اسال حزب الاحرار والعمال صورهم ليه قاعده وانا صور اللي راحت دي ديمقراطيه دي حريه في البلد دي كلها المبادئ دي كلها لازم تتغير يبقى في قانون وفي اوردر يحمي كل واحد يحمي حقه يعني ناس كتير جدا بتخاف تمشي في ليفربول سيتي سبيشال البنات زي ما قال السيس قبل كده عشان الناس دي كلها فهمت الديمقراطيه غلط وبتستغل الديمقراطيه لخدمه مصالحها وللاسف القوات العليا في البلد والسياسيين يقول لك لا 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 انا مش هلمس الموضوع ده لازم ابقى بوليتيكلي كوريكت لا انا مش هجرح مشاعره مش هجرح مشاعرها يعني حاجه بسيطه جدا دلوقتي يعني انا لما اخش البنك مثلا لابس هلمت ولا لابس غطا لازم اشيله ولو حد لابس بركه لازم يخش البنك وما فيش مشكله طب فين اماني انا يعني دلوقتي في مصر الاخوان المسلمين حضرتك بيلبسوا رجاله خمار ويخشوا يدمروا نفسهم ويقتلوا الناس يعني الحزب الوحيد اللي في استراليا اللي اتكلم على موضوع النقاب ده فريد نايل يعني مع احترامي لكل اخوات المسلمين الحجاب موجود في القران لكن البركه دي مش الخمار ده مش موجود ده حديث حتى رجال الدين الاسلامي قالوا كده فكمواطن استرالي انا عايش في استراليا عايز احس بالامان انا ايه اللي يديني ضمان اللي قاعد جنبي ده ما فيش حاجه تحت الحاجه اللي لابسها ولا الخمار اللي لابسه ده فالحزب الديمقراطي الوحيد هو اللي بيتكلم على الموضوع ده وبيفسر عليه وحاجه تانية ناس كتير جدا بتقول لك الحزب الديمقراطي ده حزب ضعيف ملوش اصوات نعم الناس فاهمه غلط نعم حضرتك في 40 عضو في مجلس الشيوخ عشان تمشي قانون في استراليا محتاج تمشيه في اللور هاوس في مجلس الشعب لو وافع عليه بيخش في مجلس الشيوخ الكريستيان ديمقراطيك بارتي ريفرند فريد نايل وبول جرين زي هولدينج ذا باور اوف بالانس ماسكين ميزان القوه يعني عندك العمال والجرين عايزين يعملوا حاجه والاحرار والناشنال عايزين يعملوا حاجه لازم فريد نايل الحزب المسيحي يوافق عليها عشان تمشي فالناس اللي بتقول ان احنا ضعاف لا احنا مش ضعاف احنا بنتحكم في الباور بتاعه نيو ساوث ويلز يعني كانوا عايزين يعملوا الكاسينو تاني كازينو وقمار وحاجات زي كده فريد نايل هو اللي وقف في النص وخلى الكازينو ده يعني مش هيحصل الا لما يضمن للمواطن العادي حقه ان هو ما يضحكش عليه فيه ففي حاجات كتير جدا نحتاج فيها حلقات كتير جدا نقول على الانجازات اللي عملها الحزب المسيحي نعم نعم حتى يعني بيوت الدعاره اللي كانوا عم بيحاولوا انه يوزعوها في مناطق سكنيه وهذا أمر مش مناسب أبداً فريد نايل وقف كمان وضرب رجله في الأرض في الموضوع ده وياما في قوانين عم بيحاول وحضرتك فريد نايل حط في البرلمان بيل بيقول لهم نمنع أي عشور أي دونيشن تبرعات تيجي لأي حزب من اللي هو البيوت الدعارة والمحلات بتاعت الجنس الحزبين الأحرار والعمال رفضوا قال لك لا ده معناه إن هو في فند كتير جداً فلوس بتجيلهم من البزانس دي عشان يخلي البزانس تشتغل انا اسف الحاجات دي ما كانتش موجوده زمان فين المبادئ فين الاخلاق
فالحزب الوحيد اللي بيدافع الحاجات دي كلها هو الحزب الديمقراطي المسيحي. الكتاب المقدس بيقول بأحدى الآيات في العهد القديم طبعا أنه ما بتدخل أجرة زانية ولا ثمن كلب في خزينة بيت الرب قديمة. يعني دي مبادئ قديمة طبعا، بس طبعا أنه دي بتعلمنا أنه يكون في شوية أخلاق، أنه الكلب كان بيشير للنجاسة، والزانية طبعا مش معقول أنه تزني وتحط، لأنه كان في بالماضي زانيات يوهبوا نفوسهم لهياكل الأوثان ويعملوا زنا ويحطوا فلوسهم ودعمهم للأوثان. فنشكرك، أهلا وسهلا فيك لارا وربي باكك، وطبعا سعيد أن نشوفك مرة تانية. المرة اللي فاتت يمكن ما أخذتيش راحتك كتير لأنه كنا عم نحكي إنجليزي وترجمة، فقلنا نحن ما أعطيك فرصتك الفرصة. فأنا بحب أعرف عنك في البداية، من هي لارا طوق من جديد، لعل بعض المشاهدين ما شافوك المرة الفاتت، فيعني منحب نسمع منك وعلى أي مركز نازلة، مرآت يعني منطقة. أكيد بتحب أعرفك عن الشخص أو عن الشخصية الاجتماعية؟ لارا، لا من هي لارا ولماذا اخترت الحزب المسيحي، وأيضا الوضع المنطقة بنحكي بعد ما نتكلم مع الأخ كمال بطرس على سكايب، لأنه رح يعطينا شوية هيك نبذة قليلة عنه ونعرف الناس على شخصه وبعدين نودعه طبعا. أكيد يعني. لارا طوق سليمان هي ولدت بلبنان، عاشت الحرب بلبنان وهجرت إلى أستراليا عام 2003. اللي هاجروا من كل الأشخاص اللي عاشوا الحرب بلبنان أو جزء كبير منهم يمكن بيعرف كتير قيمة هالوطن يلي استقبلنا وفتح لنا بوابه، وعنا شغف كتير كبير وفعل بالدفاع عن هوية هالوطن. عمليا أنا خلفيتي إعلامية، فاشتغلت 11 سنة بصوت الغد أستراليا وبورلد ميديا انترناشنال، وصوتي كتير كالصوت العربي على عدة منابر، عدة شركات طيران منهم كوانتس الخليج عمان. يعني بتحكي بالطيارات، صوتك مسجل بالطيارات يعني من 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 ترجم كل الفيديوز يعني بيعنوا بالسلامة المسافر وكل هول، فبيعملوا ريسيرش سيختاروا صوت عربي يمثلون لما بيترجموا. أيضا بأكثر من 6000 إعلان تسويقي أو إعلان للغوفرمنت. هذا الباك جراوند الإعلامي. هلا الباك جراوند الإنساني، أنا بحس بتعرف الشخص لما بتشوف كيف بيقضي وقت فراغه. فا I am very passionate about voluntary work، يعني التطوع بالمجتمع. يعني عندك شوق إنك تخدمي خدمات تطوعية في المجتمع؟ شوق، وبكرس له جزء كبير من وقتي. برامجي على الإذاعة كلها كانت تعنى بالمشاكل الاجتماعية، فكنا كل ما بنتناول الموضوع باخذ فريق العمل كله لنروح نجرب نحن نتطوع ونشوف كيف فينا نحله. نعم. يعني لما تناولنا موضوع هوملسنس اخذ فريق العمل كله وطبخنا ورحنا لعندهم طعميناهم. فانا اؤمن انه التغيير بيصير لما انت اول شيء بتغير حالك. نعم. وبتنزل على المجتمع وتبلش تخدم اكثر بكثير من لما بتنظر على العالم. CDP هذا الشيء اللي قلته بالحلقة الماضية فرجاني انه التغيير فيه يكون على عدة منابر اذا انت كنت الشخص الصح بالمكان الصح وبالاولويات الصح. فلما السيادة ما بتنسيك السيد اللي هو يسوع المسيح، خطيرة هالكلمات، قادر تكون الشخص الصح حتى بالبرلمان وقادرين. We can reserve a seat for Christ in the Australian Parliament. قولي بالعربي بليز. نقدر نحجز كرسي ليسوع المسيح بالبرلمان الأسترالي. حلو حلو الكلام ده، ده كله كلام رائع. بتحب تضيف نقطة بدي أخذ الأخ كمال. هي بس شوي ده غير إن أخذ نارا ذكرت كلمة. احنا في عندنا رأس السنة الأشورية قريبة جدا نحتفل فيها يوم الأحد، يمكن يوم الأحد هم قدموها مفروض هي first of April. نعم. بس قلتي كلمة حلوة، يعني قالت انه الإنسان اللي في وقت المكان والزمان. في عندنا أشوريين بيحتفلوا مثل هذه السنة في مخطوطة اسمها انيوما الليش، يوم في العالي. الأشوريين في وقتها كانوا يقعدوا ويقروا في هذا الكتاب قصة من آدم وخليقة، وبيؤمنوا لو الإنسان تكلم الكلام الصحيح في زمان وقت الصحيح إنه الرب رح يجيب الخير في وقت. فأنت تكلمتي عن هذا، حبيت أن أذكره. هذه مقولة تاريخية للأشورين. ربي يبارككم. طيب اسمحوا لي أخذ الأخ كمال بطرس. معنا أحبائي المحامي السيد كمال بطرس، وهو أيضا مرشح عن مقعد باراماتا قريبي على جرانفيل. فمعنا هو على سكايب. منحب
عم بيقول المخرج انه رح يرجع يتواصل معنا بعد قليل. طيب امين منتابع فازن اسيس ادوارد فازن منتابع مع حضرتك. الاحزاب الاخرى حسب ما شفنا تاريخيا طبعا كان عندها مواقف ولا زال كثير منهم عندهم مواقف، لكن للاسف عم بيصير في نوع من بسموها يعني penetrated، شو بسموها اختراق. نعم. اختراق يعني مثلا ممكن تلاقي بقلب الحزب الواحد مجموعات تؤمن ايمانات مختلفه توجهات مختلفه، فصاروا يسموها ليفت وينج ورايت وينج، يعني الجناح اليساري واليميني. انا بشوف انه يمكن الحزب المسيحي لغايه الان ما صار في هذه الاختراقات. نعم. وبالتالي انه اذا صار في تصويت في البرلمان لو انه قدر ودخلته على مجلس مجلس النواب، نعم، بتصور مش حيكون في واحد منكم يسار ويمين تفضل. فعلا حضرت قسيس انت يعني خليت النقطه اللي فعلا اللي هي مركز القوه. نعم. للذي يعني يتكل اللي اعطى صوته للحزب المسيحي يكون احنا نقولها بالعراقي ولا مصري، خلي بطنك بطيخه صيفي، حط بطنك بطيخه صيفي. يعني تكون مرتاح انه حزب المسيحي الديمقراطي ثابت، هو الحزب الوحيد ما يقبل اي تهاون في المبادئ اللي هي هذا البلد مبني عليها. مثل ما ذكرت حضرت القسيس، مشكلتنا انه الاحزاب الاخرى حزب العمال والاحرار بالتحديد تعبنا من الكلام معهم، صار لنا كنا نتامل انه يستجيبوا ووصلت لهم معلومات كثيره، هم على صوره واضحه بالمشكله ويعرفوا المشكله، بس صاروا مثل المشلولين ما قادرين ان ياخذوا القرار الصحيح، لانه مثل ما قلت يوجد في داخلهم اختراق من اسف يا اسيس مش مشلولين، ده الواحد مشلول هاند كاب مش قادر، لكن دول بمحص ارادتهم وعندهم القوه الكامله بيعملوا الغلط. ما فيش حد دراعه ملوي، فهمني قصدي ايه؟ فمش مشلولين، انا اسف سامحني يا اسيس. نعم نعم. يعني انا بتمنى حتى احنا يعني لانه دائما بفضل دائما يكون في الرد والرد الاخر، يعني انا بتمنى من كل قلبي اذا في اشخاص طبعا لا يوافقون الراي حتى ما نبدو انه نحن كانه عم نحاول نتكلم عن الاخرين دون سند. طبعا دي حقائق بالنسبه لاحبائنا عم يتكلموا عنها، بس اذا في شخص مثلا بيعارض الفكره بيدعم الفكره بحب اسمع من حضراتكم، اتصلوا فينا على الرقم الذي يظهر على الشاشه. تفضل اخي الحبيب. نعم حضرت قسيس، مشكله الاحزاب الاخرى يعني احنا كنا كثير حزب المسيحي الديمقراطي كان يميل اكثر على الحزب الاحرار، لكن الآن يعني فعلا في مشكلة الآن معهم. أنا ذكر حتى جون هاورد رئيس الوزراء السابق كان في مقابلة في برنامج وأشار المشكلة الحزب وقال أنه الحزب الأحرار حيكون في مشكلة كبيرة والتمسنا فيه، وإحنا حتى كمرشحين لكل منطقة حريصين جدا لما نعطي في سيستم البريفرنسز، يعني لو حد فينا ما ربح الأصوات لمين تروح، فاحنا حتى في هذه حريصين جدا باعطاء البريفرنسز تبعنا. وانا اؤكد لك حضرت قسيس من الفيدباك من الناس، الناس كلهم عارفين بكل اطياف والاجناس، الان حزب المسيحي الديمقراطي هو الحل الوحيد للمشكله الحاليه اللي بيمر فيها البلد والعالم، يعني كل العالم، بس احنا استراليا يعني الرد الفعل بنشوفه تجاوب الناس انه حزب المسيحي الديمقراطي هو الجواب وهو الحل، يقدروا يتكلوا عليه انه يستندوا، ما ممكن يتغير لا اليمين ولا اليسار، المبادئ اللي قال عليها انا اقف من اجل يقف من اجلها. الحزب المسيحي الديمقراطي بالنسبة للأحزاب الأخرى مقارنة معهم، نعم، إحنا لسنا بالقليل من حزب العمال أو من حزب الأحرار، إحنا مثل ما ذكرت حضرة السيد من بداية الحلقة إحنا رح نمسك وماسكين ميزان القوة. أنا اليوم بتكلم مع الناس اللي جايين اللي هو مثلا للعمال أو للأحرار، بمجرد كلمة واحدة أقول له What about اللي إحنا في النص وإحنا نزبط لك ياها، إذا هذا ما مشى تمام نزبطه وهذا إذا ما مشى تمام نزبط عليه، إحنا نضبط الأمور
نؤكد مثل ما هو فرضناه دائما واقف أن تمشي الأمور بدون كوربشن بدون فساد بدون رشاوي بدون رشاوي وحرياتنا ما 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 نضحي فيها طيب. أشكرك جدا اسمحوا لي أخذ الأخ كمال أحبائي معنا المحامي السيد كمال بطرس طبعا هو مثل كما قلت في البداية مرشح على مركز باراماتا ومقعد باراماتا قريب من مقعد جرانفيل فالحزب المسيحي طبعا كما قلنا يغطي 93 منتخب سوري مرشح في المقاعد المجلس النواب و20 مرشح على مجلس الشيوخ فنحن نتمنى لكم التوفيق معنا السيد كمال أهلا وسهلا أخ كمال وبشكرك لأنك شاركت معنا على أسكايب أهلا بكم وشكرا عشان ربي باكر كان في إشكالية شوي بالسكايب معك بالتواصل لكن مشكور رب قدرنا حصلنا الفرصة نتواصل معك من فضلك تخبرنا من هو السيد كمال بطرس ولماذا اخترت أن تكون يعني تتعامل أو تنضم في البداية للسي دي بي للحزب المسيحي الديمقراطي وأيضا أنك تترشح عن مركز أو منطقة باراماتا أنا إنسان مسيحي وبحب السيد الرب المسيح وفي في الماضي ما كنتش داخل في السياسة لكن recently والإيفنتس اللي بتحصل حوالين العالم حسيت إن في نوع من حاجة شدتني إلى الحزب المسيحي وإني أنا أرشح نفسي للسيد بتاع باراماتا in particular عشان أنا المكتب بتاعي أنا محامي والمكتب بتاعي البيزنس بتاعي باراماتا فحسيت إن أنا ممكن يكون عندي الفرصة إن أنا أخدم نيو ساوث ويلز من خلال ترشيحي إلى الكرسي بتاع باراماتا الو ده بس يعني ده من ناحيه خبرتي بالسياسه وزي ما حضرتك قلت ايوه انا محامي وعايز اخدم الشعب بتاعت نيو ساوث ويلز through my representation of the Christian Democratic Party in the seat of Parramatta where I share a lot of values بتاع Christian Democratic Party their views on relationships their views on no Sharia law their views on the certificate the compulsory certification of halal and I believe that everybody needs to be equal we can't make specific laws because specific people want their own laws. There is only one law, and that's the law of this country. طيب معك فكرة أخرى ونتواصل معك بعد قليل خليك معنا من فضلك أحبائي كان عم يتكلم السيد كمال على أنه هو ترشح يعني عن الحزب المسيحي اللي مقعد باراماتا لأنه يؤمن بأنه هناك لازم يكون في حريات وديمقراطية وإلى ما هنالك ولا يريد أن يكون هناك شريعة يعني تطبيق الشريعة الإسلامية ولا اللحم الحلال والأشياء التي تفرض على أشخاص نحن نؤمن أن نعيش في مجتمع متساوي للكل وطبعا كل واحد بطريقته الخاصة بينه وبين نفسه بشخصيته ببيته بمجتمعه الحالي بس ما يقدر يفرض الأمر على كل الدولة ولا على كل المجتمع أشكرك من فضلك خليك معنا حتى نتابع فيما بعد قليل بعد قليل أخي الأخ مات طبعا يبدو أنه اتساع رقعة الحزب يعني في السنين الماضية أنا بتذكر أنه يمكن كان يدوب ينزل كم مرشح بالسنين القديمة عن الحزب المسيحي الآن ما شاء الله 93 عضو و20 مرشح عن مجلس الشيوخ هذا دليل على أنه ابتدت القاعدة الشعبية تتسع والناس ابتدأت تتلمس الخطر فبتحب توسع الموضوع قليلا هو حضرتك حضرت أسيس العملية واضحة زي الشمس زي ما بيقولوا نعم واضحة جدا الناس كلها دلوقتي شايفة الأسود والأبيض شايفة الصح والغلط وشايفة الناس وأعضاء البرلمان اللي شجعوهم قبل كده مش نافعينهم وساكتين فالناس دي كلها ابتدت وقعدت تتكلم يعني اللي حصل في مارتن بليس قبل كريسماس السيجة دي كلها
الحزبين اكبر حزبين في استراليا عمال واحرار والجرين ما حدش عايز يلمسهم. يقول لك لا ده حاجه شخصيه، ده حاجه ما اعرفش ايه. حتى الناس اللي هربت من السيجه دي كلها من الحصار فريد مال قال ما اقدرش اديهم وسام عشان الناس دي هربت. فالناس كلها قطعته، قالت لك ازاي ده انسان ما عندوش رحمه ومش خايف على الناس. لكن بعد البرنامج اللي جابته توداي تونايت وشرحت ان كان في ستات تعبانه وستات حامل والرجاله دول هربوا، قالوا ان فريد نايل كان صح. فدلوقتي احنا عندنا مشكله مع الميديا، الميديا نفسها كلها ما بتحبش فريد نايل عشان راجل مستقيم وما بيضحكش على حد ولا يمشيهم. يعني عمل مره مقاله كويسه جدا شالوا اسمه منها. فبيسال الصحفي ده حصل ليه؟ قال له اللي بيحصل يعني انت يعني احنا لازم نعمل كده معاك انت بالذات عشان انت الوحيد اللي واقف ضدنا. قال لهم ازاي؟ قال له انت لما منعت الاعلانات بتاعه التدخين في المجلات والنيوز بيبر، انت عارف انت خسرتنا قد ايه؟ خسروا ملايين. فالشركات الكبيره بص على المنفعه الماديه، لكن الحزب المسيحي بفريد نايل طلع قرار في نيو ساوث ويلز ما فيش حاجه اسمها التدخين يتحط في الجرايد، فده خسرهم فلوس فهم بيكرهوه. فتلاقي الميديا دايما بتتكاس. بس نشكر ربنا بواسطه السوشيال ميديا والفيسبوك كل حاجه بتبان. فانا اشكر ربنا كميه كبيره جدا من الشباب دلوقتي على الفيسبوك بيفولوا اللي احنا بنعملوه. يعني كذا مره ريفرن فريد يروح في حته يقول له احنا بنتابعك يا ريفرن فريد احنا معاك. كذا مره ناس تجيني يقول لك لارا عامله شغل كويس، اسيس سيدور عامل شغل كويس. الشباب دلوقتي فاض بيهم وعايزين يتكلموا. لما يعني قصدي انا رقعه الاتساع دليل على انه في قاعده شعبيه تتسع وموافقه طبعا، والغالبيه ابتدات تشعر بانه هناك عدم اكتفاء من الاداء الذي تقوم به الاحزاب الاخرى. بتوافقني الراي الى هذا الحد يعني ده طبعا. والشباب كتير جدا دلوقتي بيشتغلوا معانا وناس كتير جدا بتبعت لنا ايميلات على الفيسبوك وكونتاكت اس عايزين نساعد الحزب المسيحي. يو هاف لوك سبورت كله بتاعه عشان احنا اونست معاهم. يعني حتى رؤساء الطوائف المسيحيه، طبعا ما فيني اقول كل الرؤساء بس كتير من الرؤساء الطوائف المسيحيه ابتدوا يتقبلوا السناتور فريد نايل رئيس حزب المسيحي الديمقراطي وابتدوا يفتحوا كنائسهم وافكار الحزب، يعني ابتدت تتغلغل اسيس الفتره اللي فاتت اخر بيل يعني تقديمه للبرلمان عن السيم سكس ماريج جواز المثليين، اخر واحد قدمها ما كانش الحزب الاخضر الجرين ولا حزب العمال، كان واحد من الناشونال ليبرال بارتي هو اللي حطها في البرلمان عشان يفوت عليها. تخيل يعني احنا كنا الاول لك العمال والجرين دول يعني لانه يمكن لانه منطقته المقعد اللي هو فيه في مجموعه كبيره بتطالب في هذه الامور، فعشان هيك خاضع هو للشعب وليس خاضع لاراده الرب. ده مش كرسي، انا بتكلم على مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ واخد بال حضرتك زي فريد نايل اللي نازل دلوقتي في مجلس الشيوخ في الورقه البيضاء الكبيره مع حزب الاحرار. اول واحد اسمه شين ميلاد ده راجل راح اتجوز البوي فريند بتاعه في نيوزيلندا وجابه. لما نيجي نصوت على حاجه في البرلمان على السيم سكس ماريج، شين ميلاد ده يعني زواج المثليين شين ميلاد ده هيخش البرلمان ما فيش اي ديسكشن. فيعني الواحد بيبقى شيم ومكسوف من حزب الاحرار اللي زمان سناجن هاور كان فيري كونسرتيف وقوي، دلوقتي ما فيش حاجه. يعني كذا مره عملت ريسيرش على السيم سكس ماريج، بس انا شخصيا يعني بفضل مع احترامي لاقوالك بفضل انه نبقى نوعا ما نتعاطى مع حزب الاحرار الى حد كبير. يعني انا عم بحكي من وجهه نظر الكريستيان ديموكراتيك بارتي انه تتعاطوا مع حزب الاحرار لانه حضراتكم اقرب حاجه لانه حضراتكم اذا ما نجحتوش، يعني انا بتمنى لكم التوفيق من كل قلبي، لكن اي واحد منكم ما بينجحش الاصوات بتروح بالزباله. طبعا فلازم يكون في اذا بس في مجال نوضح ما انا عايز اوضح ادوارد بس كان في خطا شوي صغير. هذا الشيء حكى عنه فريد نايل بالمقابله السابقه اللي كنا فيها. الحزب المسيحي الديمقراطي في تعاون كبير بينه وبين حزب الاحرار طبعا باستثناء مقاعد معينه لاسباب معينه، ده اللي انا عايز اقوله. انا شخصيا بفضل انه حتى لا يساء الفهم وتنضرب القاعده الشعبيه للحزب المسيحي مع الاحرار، لانه في قاعده كبيره بتايد الحزب المسيحي ودائما بتعطيكم التفضيل. فانا معك بالافكار انه في ناس اخترقوا مبادئ الحزب وعلى الحزب ان يعيد النظر في هذه الشخصيه. طبعا فانا بقول زي ما قالت مدام لارا ان احنا لازم نشوف مين بتاع حزب الاحرار. يعني مش حزب احرار يعني انتخب انا مغمض، لا. يعني احنا دايما بقول للناس لما تيجي تنتخب يعني اقول لك انا مش عايز اديك صوتي عشان خايف تون ابت يخسر. يا عم ده مايك بيرد نوت تون ابت. فاقول له انت اديني صوتك انا رقم واحد،
انا هاخد الصوت بتاعك، لو ما نجحتش هديه للاحرار. فقبل ما ادهوله اقول له اسمع، في ناس بتؤمن بالمبادئ المسيحيه عشان كده حطوني رقم واحد، فعشان كده لو سمحت قبل ما تاخد اي قرار يضرني ويضر المبادئ المسيحيه بتاعتي فكر ان انت تكسوتي. زي روهان بتاع سميثفيلد كسب الكورس بتاعه ب 200 صوت من حزب الديمقراطي المسيحي. جود. يعني انه يعني خليهم يشعروا انه في تعاون وفي شيء بسموها سكند بيست. يعني طبعاً. يعني حضراتكم بالواجهه، ونحن كمسيحيين نؤمن انه مبادئ الكتاب المقدس يجب ان تطاع. انا من وجهه نظري طبعا انا لا املي ولا افرض رايي طبعا. انا كشخص بتمنى من كل قلبي انه الحزب المسيحي يكون هو الحزب الحاكم، لان انا بطمئن تماما انه مبادئ الكتاب المقدس يعني نوعا ما تكون فيها تطبيق. وان لا سمح الله اي عضو منكم خرج عن الخط، الحزب نفسه بيحاكمه طبعا. خليني طيب بسمع له، بتحب تزيد نقطه صغيره؟ بس نقطه اوضح لها. نعم. حابب لانه لا طولنا عليها شوي. تفضل. نعم. تفضل. هو تواصل كله. نعم. في نفس الموضوع بس اضيف حتى اخواننا المشاهدين واخواتنا المشاهدات نأكد لهم حتى لما بنعطي احنا preferences ما بنعطي بالهواء. حلو. مش عشوائي. بس هذه بدي يعني اريد اوضح لهم. احنا نقعد مع المرشح الاحرار ونؤكد منه ونفحصه ونقول له احنا هذه مبادئنا، حتى لو انا راحت ما ربحت وراحت اصواتي حابب اخذ منك كلمه وتاكيد انك انت ما راح تشجع هذه الامور الغلط وهذا كذا. عندنا اختبارات صارت خبره من قبل، فحابب ناكد لهم احنا ما بنعطي البريفرنس بسهوله. ربي يبارك. نعم. ربي يبارك. اشكرك جدا. اشكرك اخت لارا. طبعا الحوار اخذنا بعده جوانب، بتحب تضيفي بعض الجوانب او ندخل على جانب اخر؟ قبل ما ندخل بس لنوضح شيء بالاصوات التفضيليه ضروري، لانه كثير عم بيصير في لغط والناس ما عم تفهم. مش نحن اللي بنعطي صوتكم، يعني اذا انا خسرت مش انا، اذا انا افتراضا عندي 10,000 صوت مش انا يلي اذا خسرت بجير صوتكم لحدا تاني، هذا الشيء خطا ومش مزبوط. باللور هاوس ما بنقدر نعمل هيك. انتم مين بتحطوا نمبر 2 صوتكم تلقائيا بيروح لهالشخص. هلا اذا صوت طولي لالي وحطيته بس نمبر 1 وانا خسرت، صوتكم بيحترق ما بيروح محل. لو انا عامله تحالف مع حي الله حدا، اذا انتم حطيتوا نمبر 2 لا حزب الاحرار او حدا مستقل او اي حزب اخر، صوتكم بيروح للنمبر 2 بحال خسارتي. اذا بتحبوا صوتكم ينتقل لست مراحل بحال الثاني خسر او الثالث خسر، فيكم ترقموا from 1 to 6. بس كتير مهم نوضح انه مش نحنا يلي مننقل لهم صوتهم، هن مين بحطوا على ورقتهم. هذا الشيء ريفرند فريد كتير وضحوا على السوشيال ميديا. مين انتو بتحطوا نمبر 2 بيكون اخذ البريفرنس تبعكم، فانتو بتتحكموا بصوتكم لمين بيروح، لمين بتعطوا الافضليه الاولى والثانيه والثالثه. في مناطق فيها ست مرشحين، في مناطق فيها 7، في مناطق فيها 4، في مناطق فيها 5، فالستة ده مش عدد ثابت يعني حسب الورق يعني اللي بتترقموا كل المرشحين. في كل منطقة في اختلاف بعدد المرشحين طبعا. وطبعا لكن مثل ما كان عم يحكي الأسيس أدوارد نقطة حلوة، انه الحزب الأقرب بأفكاره الأقرب مش 100% هو الأحرار. نعم. لأنه في قاعدة قوية شعبية مع الأحرار قريبة طبعاً. فكرها من فكر الحزب المسيحي. في تحالف تاريخي بين الحزبين، بين الحزب المسيحي والأحرار والناشنال. إيه بس لان يعني ليش مهم نفسر؟ لانه بالأبر هاوس بيقدر يتجير اصوات، باللور هاوس ما فيهم. يعني عم يجيني انا تقريبا كل يوم فوق ال 10 انكوايريز. اذا صوتنا لك 10 استفسارات اذا صوتنا لك حطيناك نمبر 1 انت ما تخزلينا وتجيري اصواتك لحدا ثاني. فاللي عم نجرب نفسره للعالم انه الحريه المطلقه بايدكم. لو الحزب المسيحي الديمقراطي عمل تحالف ما على الاكيد وجهه نظر الحزب الديمقراطي قريبه كثير، او في نقاط مشتركه بينهم وبين حزب الاحرار. الا انه الاصوات التفضيليه بكل دائره اقتراع اللي بيتحكم فيها هو الناخب. نعم. بس انا بس بدي ارجع لكلمه الاسيس ادوارد واللي هي تقريبا كمان بتوضح اكثر. يعني مثلا الاسيس ادوارد عطى التفضيل بعد تدقيق وتمحيص وحوارات مع مرشح حزب الاحرار. نعم. لانه عنده قناعات. نعم. وهو بيريد يحافظ عليها. نعم. فقال له اذا انا ما نجحت
لم أنجح، فأنا أريد وأتمنى أنك أنت تحافظ على هذه الأفكار. أوكي. لأنا بس عمليا كيف بيصير دي اتفاق شخصي؟ لا عمليا بالانتخابات إذا الأخ أدوارد جاب 10,000 صوت، ولو هو على الهاو تو فوتس حاطت 2 لمرشح الأحرار، وانت رحت صوتت له، انت حطيت بس نمبر 1، صوتك نعم. بيحترق 100%. نعم لازم تحطوه على الورقة. فانت بدك تحط على ورقتك، هو بيقول لك انا هيدي نصيحتي بالهاو تو فوت اللي نعم. بتوزع على الباب، بيقول لك انا عملت تحالف مع هالشخص، نصيحتي بتمنى منك اذا كنت داعمني، هالشخص كمان بيمثل ايامنا، بتمنى منك تعطي نمبر 2 بحل خسارتي. اذا جاوبت بيكون مش البريفرنسينج ديل، اذا انت ما جاوبت انا رح خلي فرصه البريفرنسز شبه ما للنهايه حتى تضل لاصقه باسامي الاحباء. بدخل على موضوع انه في طبعا يعني نشكر رب انه نحن وصلنا على هذا البلد، بس الكتاب المقدس علمنا انه نحن ما ننسى اهالينا في الشرق الاوسط. الرب سمح انه نحن نكون هون حتى نكون ايضا لهم دعم وسند من اجل الاضطهاد والظلم اللي عم بيصير عليهم. في ناس كتير هلا بالعراق مهجرين، مسيحيين خسروا بيوتهم، ما لهمش طبعا يعني ولا صوت، يعني ما حدش داري بيهم. الفوضى قايمه بالعراق بين الشيعة والسني، والمسيحي رايح زي ما تقول تحت الاقدام يعني تحت الاقدام مع احترامي للأحبة يعني. وبمصر بتلاقي المسيحي زي ما تقول يقتل ولا حدش يسأل، وبلبنان شوية يعني زي ما تقول لسه بعد في شوية حفاظ على الكرامة. فمن أجل ذلك نحن أنا أريد أن أسمع منكم. حضرتك أخت لارا أنت طبعا بتحس يعني أنا سمعت منك أنك بتحبي الأمور الاجتماعية والدعم، أنا أرى أنه أنتوا دم يانج بلاد بيسموها دم شباب، يعني السناتور فريدنالي اللي أسس الحزب تعب كتير وجاهد كتير ولازال في البرلمان، بس أنا أرى فيكم أنه نواة مستقبل، فطبعا كأنه أنتوا رح تحافظوا على الشعلة، فمستعدين تبقوا على زاد الخطى ولا كل واحد منكم زي ما تقول يشوف يغني موال آخر؟ لا على أكيد على نفس الخطى، وال 35 سنة خدمة يلي قدمهم ريفرند فريد ويلي الله يزيدهم ويوصلوا يا رب للخمسين وأكتر، لو لم تؤمن بهذا الزلمة بوجهة نظره بمشاريعه وبشو هو قدم لأستراليا وللبارلمنت ولل الكريستيان كوميونيتي باستراليا، ما كنت بتقول انا بدي اترشح. وصدقني عم نتعرض لاضطهاد يومي طبعا بسبب الترشح مع الحزب المسيحي الديمقراطي، هذا الشيء بوافقوا عليه اكيد كل زملاء المرشحين. اضطهاد يومي، فما حدا يعني انا مش رح اقدر اسمي مباشره، بس انت بتحبي تقولي مثلا كيف وليش تقريبا اضطهاد، يعني مثلا على صناديق الانتخاب او انه باشياء ثانويه اخرى؟ ليك العالم بالنسبة للناس في تجاوب غير مسبوق، فأنا اللي بقوله لفريقنا للفولنتيرز اللي عم يشتغلوا بقوله إن القبطان هو يسوع بهالحملة، لأنه النجاحات اللي عم تتحقق غير مسبوقة. نعم. لما بتلاقي إنك أنت فتت بلشت حملة متكل إنه أنت حزب صغير بقيم كبيرة وهن الأحزاب الكبيرة، لقيت حالك عم تخوف الأحزاب الكبيرة، ولقيت حالك طاحش للآخر، وأنت عارف حقيقة منطقيا إنه مش بقدرتك الفردية. لأنه ما نحترم تاريخ العالم وخبرتهم السياسية وعملهم بهالحقل، لما بتلاقي إنه عن جد في تغيير مدعوم من الشعب مبارك من الرب وقافلة ماشية بقوة مخيفة، نتائج عم تتحقق. نحن نذهل يعني أنا بوقف ما بقدر أفهم طبعاً. مثلا أنا بي 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 جرانفيل إلكتريت، الحزب عادة بتبع لك 200 صورة، في أكثر من 900 منزل علقوا لنا صور وعم نطبع عن جديد بجرانفيل، أكثر من 100,000 بامفلت توزعوا وعم نطبع عن جديد، وبيجوا بيسألوك هن بيبعتوه لك. يعني الفولنتير صارنا 120 فولنتير، يعني نحن هلا عم نتحدث مع يمكن برلمانية صغيرة في البرلمان. إذا كانت إرادة الرب فنعم. الرب شايف القلوب وشايف التايمينج التوقيت. ممكن الرب يقول أنا حبارك بس يمكن بدي مثلا فترة محددة، لكن طبعا الله شايف يعني يرى القلوب. على أكيد لهالشي نحن دايما بنقول إنه لما نحن قلنا نعم للكريستيان ديموكراتس، قلنا نعم أول شيء لأول جزء من أول من اسم الكريستيان ديموكراتس اللي هو كرايست.
فهو اللي قايد يمكن الهدف من هالحملة تكون شهادة لاسم المسيح، يمكن الهدف من هالحملة يكون تقوية ودعم ومعنويات للمسيحية المضطهدين بكل أنحاء العالم إنه في صوت لهم بالغرب، يمكن الهدف من هالحملة يكون شيء تاني الرب بفرجينا إياه بوقته المحدد، يمكن الهدف من هالحملة يكون الكرسي. بس نحن اتجاهنا مش صوب الكرسي، اتجاهنا صوب هالحملة يلي ماشي بخطة ثابتة عم تشهد لأيام يمكن كتار صاروا يستحيوا يشهدونا. آمين آمين. طيب اسمحوا لي ودع الأخ كمال نحكي معه السؤال الأخير، نشوف الأفكار اللي ممكن يحطها ونودعه ومنتابع بنعمة الرب بعد معنا حوالي 32 دقيقة بنعمة الرب يسوع على الهواء. أحبائي طبعا منتابع مع الأخ كمال، السيد كمال بطرس، عن مقعد باراماتا في منطقة نيو ساوث ويلز. أهلا وسهلا فيك من جديد أخ كمال. أهلا وسهلا، ربنا يباركك. طبعا حضرتك عم تسمع الحوار اللي عم بدور بيناتنا، وأنا فيه أسألك سؤال الأخير، بس بتحب تضيف بعض النقاط قبل ما ننهي معاك السؤال الأخير؟ بعض النقاط إن أنا درجة أهمية عندي كتير البلد دي، إن إحنا نشتغل من أجل سلامتها، ونصلي طبعا إن رب يسوع يحفظها، بس احنا لازم برضو نشتغل من اجل كده و make sure that ان اي threat فيها ينزاح، and by always طبعا ان احنا نخلي بالنا من المصر المسيحية، واتمنى ان that the Christian Democratic Party is elected ان هي توفي هذا الطلب وهذا الرغبة يعني. أشكرك جدا. طيب بتحب تقول نقطة معينة للأحبة اللي ممكن يكونوا عم بيشاهدونا من منطقة باراماتا اللي حضرتك مرشح عليها، بتحب تقول أي نقطة للأحباء؟ أحب أقول أنه يدوا فرصة للكريستيان ديمقراطيك بارتي ويدوها الفوت، وإحنا دايما في خدمتهم، تليفوني موجود على الويب سايت، أنا تحت أمر أي حد فيهم، ان لو بده يسألني اي اسئلة بالنسبة للحملة الانتخابية دي، ويدونا الفرصة وما يخافوش. The Christian Democratic Party is a strong party وليها visions مش بس لنيو ساوث ويلز، لأستراليا كلها، that would be يعني of benefit للبلد، وأتمنى إن هم يجمعوا أصواتهم ويدوا الفرصة دي عشان الكريستيان تنجح في إن إحنا نأمن سلامة البلد بإذن رب يسوع. أمين أمين. أشكرك جدا سيد كمال، وربي باكك، ونتمنى لك نتمنى لك التوفيق. شكرا، ربي معك. أسيس أدوار طبعا أنا شايفك عندك كتير كلام، فأنا مش عارف منين أبدأ معك. هي بصراحة لما أخت لارا ذكرت يعني شيء العجيب اللي حاصل، ما قادرين نمسك البسمة من وجهنا. مشكلة. حقيقة يعني الفرحة إنه الانتخابات إحنا رحنا وعارفين إنه الأحزاب أخرى حيشوفونا إحنا شيء صغير، لكن حقيقة يعني مثل جولييت وداود. يعني بصراحة إلهنا يعني إحنا عارفين مو إحنا اللي واقفين هناك. نعم. يعني بس حابب أفرح الكل، يعني أنا ممكن أمسك نفسي من دمعة، بس حتى شجع المشاهدين واللي يصوتوا لينا. البارح بعد ما خلصت الحملة الانتخابية ختم مع الشباب اللي كانوا معنا بيسألهم نتعشى، واحد مسلم، رجل أخ مسلم، قاعد وماخذ الورقة الانتخابية تبع اللي فيها صورتي مع ابنه، رجل محترم جدا ماسك الصورة وبيمسكها يقول شايف هذا، بيبوز فيها بيقول لي احنا عد عيناكم، انتوا سندنا. انا قلت يا رب احنا غير مستهنين، احنا زبالة، احنا رب حول القلوب. يا الهي شو هذا؟ الاخ المسلم يجي بيقول لي تعال خلي صورك في بابي، ايش اللي حصل؟ ما فينا شيء حلو يعني، لكن اكيد شافوا شيء حلاوة، لانه جربوا التطرف. نعم. ذاقوا مرارة التطرف. نعم. التطرف كله موت وخراب ودمار وبغضة. نعم. وهلاك. نعم. وبعدين ده بيظهر حقيقة التعليم الحقيقي المسيحي الذي فيه محبة وطول أنات على كل الناس وقبول الآخر. نعم. وهذه نقطة مهمة جدا. وتعليق أيضا يعني بالرغم المقاومة، يعني أنا أنت ذكرت سألت أخت ثابت بس ما جاوبتك، أنا أجاوبك. شو هو؟ أنا
الأخت إنه حدد منين جاي المقاومة رهيبة جدا بالإذاعة. لا لا بالحقيقة يعني حضرة قسيس أنا هلأ لو أذكرها ممكن أختي وأخويا والمرشحين للحزب الديمقراطي المسيحي راح يشاهدون، لا راح يأكدون أنه فعلا حاصل معهم. طيب جود نشكرك. وبالأخص بالأخص بالأخص بحزب العمال عملوا شغلات معنا يعني مش ما قادرين يستوعبوا أنه ممكن إحنا استقبال جماهيري عجيب، وبيحاولوا بيعملوا شيء وبصراحة شغلات مخزية وشغلات يعني أنا ما متوقع غير متحضرة وناس اللي هم بالبرلمان يعني حضرتك مسؤول عن الكلام. أنا مسؤول لأن احنا كقناة كرمة طبعا احنا معتدلين مع الجميع ونحب الجميع، صح صح. فحضرتك عن كلام مسؤول. نعم طبعا. نعم يعني نعم لو نعم صار فيها تحقيق حضرتك مسؤول. لا 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 يعني أنا ما حابب ما حابب أنزل من قيمة أحد، بس فعلا في شغلات حصلت، بس الغاية مو حتى أنقص من قيمة أحد، الغاية أنه في شيء عظيم أعطانا نعمة نستقبلها برحب بابتسامة. نعم. أنا يعني امبارح بس يعني كان مقاومة كثيرة وحركات شوية احنا ما متعودين عليها. بالرغم من كلها أنا لميت الصور وكل شيء، فقلت خلاص بدون صور بدون شيء، وقفت بالشارع وأشوف فيض من السيارات وبيحيوني وبيعملوا هون وواقف، والتانين وقفوا مكتفين يعني حاولوا يكسروا معنوياتي، أنا بس وقفت هيك على الشارع والسيارات وبيحيوا إلهنا. هم القساوسة محبوبين. لا احنا يعني صراحة في عمل عظيم يعني في نعمة غير اعتيادية وفي وقت الفرج أحيجي هالبلد. يعني بقدر أفهم من حضرتك أنه طبعا في ترحيب من كل الطوائف. نعم. من كل الأجناس. نعم. لأنه الناس جربت والظاهر كأنه عم تعطي فرصة واضحة، وأنا بعتبر أنه في يد من عند الرب. نعم. يعني لما إيليا النبي صلى للرب لما شعب إسرائيل ابتدى خاصة أصباط الشمال. نعم. أصباط المملكة الشمالية ابتدوا يتبعوا البعل ويتخلوا تدريجيا عن إله إبراهيم وأسحاق ويعقوب، فالرب صلى إلي قال له يا رب حول قلوبهم رجوعا إليك، رجع لهم قلوبهم يا رب إليك. نعم. فمنصلي نحن أنه الرب يرجع هذه الأمة إلى الرب. نعم. لأنه أنا قبل ما سلم الأخ مات حطيت قراءة بدي أقراها على ضوء الأفكار التي عم نتباحثها. الرب لما صلى سليمان الملك صلى صلاة للرب، وبيقول في أخبار الأيام الثانية الإصحاح السابع وآية رقم 12 بيقول وتراءى، يعني ظهر الرب برؤية، تراءى الرب لسليمان ليلا وقال له قد سمعت صلاتك واخترت هذا المكان لي بيت ذبيحة. عم يتكلم كان عن بيت إسرائيل أي كهيكل. إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي. يعني إذا عاقبت شعب إسرائيل قديما عم يحكي، بيقول فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. فالله وعد أنه إذا الشعب بيرجع الرب بارك، وصلاتنا أنه أستراليا ترجع إلى الرب، لأنه لا خلاص ولا بركة ولا خير إلا في الرب. وغير هيك لو بيجينا مليون مسؤول، إذا نحن مرجعنا إلى الرب بتوبة صحيحة، مع احترامي ليكم ونشكر رب من أجلكم، لو بتحط الحزب المسيحي مضروب بعشرة في الحكم ما بيطلع منهم ولا حاجة إذا أستراليا ما بترجع إلى الرب بتوبة صادقة حقيقية. أخ مات أنا طبعا كنت أتكلم قليلا عن موضوع الأقليات، ولابد أنه بمصر في معاناة، وأهالينا طبعا محتاجين أنه يشعروا أنه في ناس عم توصل صوتهم، مع أنه نحن عم نتكلم على مستوى الولاية، لكن لابد أنه عندكم كونكشن، عندكم تواصل مع الفيدراليين، ولابد في ضغط أوراق ضغط على الحكومات. الحكومات هون ما بيهمها شيء، بيهمها لما تضغط عليها وبيخاف على مركزه النائب، فتضغط عليه بيتحرك، ما فيش يعني زي ما تقول مسؤولية مباشرة إلا مصالح. أنا كنت السنة اللي فاتت في السيريا نيو يير رأس السنة الأشورية، وفرحت جدا لما الأشوريين أدوا فريد نايل وسام، يعني أدوا وسام السنة اللي فاتت ما حدش أخده، إن هو الإنسان الوحيد وسام تقدير وسام تقديري إن نعم. هو الوحيد اللي بيتكلم على أقليات. نعم. يعني أنا ما شفتش أي حد من أعضاء البرلمان بيتكلم عن المسيحيين اللي بتطلب في الشرق الأوسط، في مصر، في العراق، في سوريا، ما فيش حد من السياسيين عشان عايز يبقى بوليتيكلي كوريكت، مش عايز يزعل حد منه.
فكحزب الديمقراطي المسيحي الحزب الوحيد وفرضنا هو اللي دايما تلقاه في أي مسيرة في أي صلاة في أي مظاهرة بيتكلم وبيناشد وبينده على اضطهاد الأقليات، وياما كتير جدا خاطب الحكومات الفيدرالية إنها تفتح أبواب اللجوء أكتر للناس المضطهدين. يعني أنا مش ضد أي حد، بس أنا مش فاهم إزاي الأفغاني اللي هو بيجي من أفغانستان يقولك عشان مضطهد من طالبان، ويجي في أستراليا عايز يمشي الشريعة له، فساعات كتير جدا ما بتخشش في دماغه ويمشي طالبان يمشي. يعني دلوقتي لما مثلا لما راح جسر الأسترالي يحارف أفغانستان، كل الأفغانستانيين اللي هربوا طالبان متضايقين، والراجل اللي هو اللي عمل السيجمان هارون ده لما راح يحارب يقول لك لا ما تحاربش وتقتلهم. طب ما انت حضرتك سبت البلاد دي كلها عشان انت مضطهد منهم، ده اللي انت بتقوله. لو انت فعلا مضطهد منهم ازاي انت بتدافع عنهم؟ فاهمني؟ فتلاقي كتير جدا من الاحزاب التانية بتكلموا، بس الحزب المسيحي دايما بيساعد العباد بتوع مصر، مسيحيين العراق، الاسيريان، اي حد عنده اضطهاد بيساعده وبيتكلم وبيرفع عنه. يعني الحزب المسيحي راح يبقى صوت للاقليات وخاصه في الشرق ايضا للمظلومين، وبنعمة الرب حضراتكم راح تتعبوا جهدكم، لأنه طبعا أنتم عندكم أحشاء يعني متصلة بالأهل. فيعني فريد نايل طبعا هو من البلد من هون، ما عندوش جذور أصلا من الشرق، بس نحن كلنا عندنا جذور بالشرق، فلابد أنه أحشائنا تتحرك نحو أهالينا ونحو المتضايقين. وفي سياسي، يبدو أنه في سياسي، وأنا بدي أقولها للأخت لارا، وأنت يمكن لأن بوسط الإعلامي بتقدر تعرفي، سياسي تفريغ الشرق الأوسط من المسيحيين. مزبوط. يمكن السنة الربرد أنه يكون في بالكريستيان ديموكراتيك باري هالقد عدد، مزيج كبير من الشرق الأوسط، مزيج كتير كبير من مرشحين شرق أوسطيين بمجلس شيوخ وبمرشحي مجلس النواب أو مجلس الشعب. الإعلان اللي نزل بالصحف العربية كان بفرجة فريد نايل مع كل المرشحين يلي من جذور عربية، وقلنا كريستيان ديموكراتيك باري صوت الجالية العربية حقيقة، لأنه فعلا السنة كريستيان ديموكراتيك باري فتح كل الأبواب ليقول للجاليات العربية المسيحية يلي عم تعاني من اضطهاد إنه ما تخافوا، في لكم صوت بالغرب. آمين. ونحن هون أكيد 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 أولا تحت تنحمل صوتهم ونحمل وجعهم وما نترك وجع الشرق بس بالشرق. نعم. طيب أسيس إدوارد، بتحب تقريبا لو ابتدينا لازم نغلق تدريجيا، بتحب تضيف بعض الأفكار الضرورية والهامة؟ طبعا أخلي طريقة التصويت وشرحها للأخ مات. نعم. لأنه هو خبير بالتفاصيل الصغيرة، لأنه طلع معانا عدد مرات من السنين الفاتت، فصار بس يشيل الورقة وجايب معه الصورة كمان. جايب معه صورته بس مش صوركم. أصلياً. طيب بتحب تبتدي تقلنا أشياء ضرورية نحن ربما يمكن محتاجين نتناقشها؟ نعم. من الأمور المهمة يعني إحنا مبادئ اللي واقفين من أجلها، الحزب المسيحي الديمقراطي إحنا سند العائلة، فاميلي. العائلة احنا سند ليها كيونت، كوحدة متوحدة. وحزب المسيحي الديمقراطي مهتم جدا بالبينك، يعني حتى يتوفق العائلة وحقوقهم، يعني من الطفل في المدرسة بيحاول بيحط كل الميزان القرار بيد الأب والأم، هم يقرروا إنه ابنهم وين يكون تثقيفه، كلها منصبة، حتى العائلة يكون لها في الويك إند يعني في العطلة وقت حتى يكون لهم علاقات وشركة، وإذا اضطروا أن يعملوا فحقوقهم محفوظة فيها. الحزب المسيحي الديمقراطي أيضا هو سند السمول بيزنسز، الأعمال لأنه يمكن سمعتوا من فريد أنه العمال هم اليونيون والنقابات والأحرار للبيج بيزنسز، الأعمال الصغيرة عندهم إحنا اللي سند ليهم. إحنا سند لكل الطوائف وكل الجنسيات، لأنه إحنا بنشوف الإنسان الداخلي الباطني اللي بيدور على سعادة وسلام وفرح وراحة. إحنا أعطيكم مثال بس صغير ما أخذ من وقت كثير. جتي أخت مسلمة محجبة وما عندي أنا مشكلة مع الحجاب، لكن قالت لي أعطيك صوتي تخدمني بشيء، قالت لي توافق على تعدد الزيجات، قلت لا تصوت إلي، إحنا ما نوافق على هذا الأمر.
بس بعدين كنت اسالك انا ما بعرف يمكن كنا يعني كنا او احد من اعلام زوجتك ضوجوك فكلمتين بس تعزيه وكلام انساني لهم ما موجوده لهم لما شافوا هالحنيه وهالامان قالت رح اصوتك ورجعت اعطتني تليفون قال تعال اشرب شاي معايا في البيت. الحزب المسيحي الديمقراطي ما عنده اجنده خاصه للانسان يعني ما يفرق بين الجنسيات ولا الديانات. الحزب المسيحي الديمقراطي بيمثل كل المكنونه لانه المبدا المسيحي هو الانسان له حريه. الله خلقنا حتى اعطانا حريه الاختيار. احنا اللي يجي حابب أن يخنق هذه الحرية للإنسان إذا كان مرأة وإذا كان رجل إحنا واقفين بالمرصاد وإحنا سند للضعيف إحنا سند للمرأة وإحنا أيضا للرجل اللي ممكن يكون أفكاره متشوشة وتنفتح لهذول المرضى اللي هم عندهم أجندة فإحنا موجودين قلبنا مفتوح وممكن نسنده ونكون معاه ونجيبه للطريقة الصحيحة. أشكرك جدا. تفضل أخي. كريستيان ديموكراتيك بارتي في الفترة اللي فاتت دخل برنامج اسمه بريف هارت القلب الشجاع. البرنامج ده دخلوه في المدارس. اي عيل اي طفل استرالي اي جنسية لو عنده مشكلة بيعلموه يتكلم. يعني كتير جدا تلاقي شباب كبار بنات ولاد تعبانين عشان اعتدى عليهم جنسيا. فالبرنامج بتاعنا بنعلم الاطفال الصغار لو اي حد عاملك بطريقة مش صح لازم تتكلم عشان نقدر نحميك. ده ما فيش حد قدمه خالص. البرنامج اسمه بريف هارت. حاجات كتير جدا ممكن اتكلم عليها. التأمين السيرد بارتي انشورنس للعربيات. لا فاكر لو حد عمل حادثة التأمين يدفع له الحاجات دي كلها. لما جت الحكومة السنة المدر فات غيرت الحاجات دي كلها. فريد نال وقف انا مش هافع عنها الا ما تحمي حق الطفل اللي في العربية. لو في طفل في العربية حصلت له حاجة ده لازم مستقبله كله يتأمن. حق الطفل الغير مولود زوي لو واحدة حامل وحصلت حادثة ابنها اللي ما كملش 6-7 اشهر ولا حتى 3 اشهر لو مات ده بني ادم واللي عمل كده يتعاقب على قتل الطفل. يعني يقول لك يعني القانون بيقول لك اللي غير مولود ملوش حق. ايه الفرق بين عيل عمره 9 اشهر وعملت حادثه ومات وعيل عمره 9 اشهر ويوم. في حاجات كتير جدا مش بس على النطاق المسيحي على النطاق العالمي احنا برضو بنشتغل فيها. يعني دلوقتي البيرول تاكس كوينزلاند بتجذب بزنس كتير جدا عشان البيرول تاكس فيها قليل. فاحنا بنشجع البزنس الصغيره انها تشتغل ونحاول نزل التاكس معها شويه بدل ما الحكومه تدي الماد جرا احتفال الشواذ ملايين الدولارات كل سنه تطلع كذا مليون دول تقسمهم وتدي جرانت للسمول بزنس عشان تشتغل. احنا بننادي بالحاجات دي كلها. بننادي ان الحكومه تنزل اراضي كتير تاني عشان الناس تقدر تشتري بيوت. يعني السنة اللي فاتت دي أكتر سنة حصلت في التاريخ مبيعات كبيرة جدا للريل استيت بس معظمها للإنفسترز الفيرست أونر ما اشتراش منها. يعني ناس كتير جدا كانت أقل برسنتج 10% بس. فإحنا البلان بتاعتنا إن إحنا نقدم للناس مكان يعيشوا فيه ونحاول نزود في الانستراكشر بتاعت الطرق. يعني لو لم اكن مصمم انه ان ادعم الحزب المسيحي اللي دعمته مشان لا انا بؤمن انه لازم يكون في نمبر 1 للحزب المسيحي ونمبر 2 لحزب الاحرار. هذا رايي الشخصي انا طبعا. لان كما قلت هو اقرب حزب للافكار. لكن في اشخاص من الحزب الاحرار اذا بيامنوا مثلا انه يدعموا فكر المثليين انا لا ادعمهم طبعا. اذا بيامنوا يدعموا فكره الاجهاض وغيره واليوثنيجيا هو القتل الرحيم أنا لا أدعمهم. لكن طبعا الحزب المسيحي هو لا يدعم كل هذه الأشياء. فنمبر 1 هو الحزب المسيحي بحسب رأيي. لكن إذا حزب الأحرار عنده شخص مسيحي ومعتدل وعنده نظريات حلوة يعني مطابقة لفكرنا المسيحي لا بأس لأنه هيك بكون حافظنا على الأصوات من هنا إلى من هاليد إلى هذه اليد. طيب أنا كنت بدي أتكلم معك بالنقطة الأخيرة لأنه لازم نسمع منك الجودة شوية. كان عم يحكي الأسيس أدوار أنه الحزب المسيحي ما بخوفش وإلى ما هنالك. وفعلا هو الحزب المسيحي ما بخوف لأنه لو رجعنا لأركان المبادئ الأساسية بأستراليا ما كان ممكن واحد يفوت على البلد لولا الإيمان المسيحي طبعا. لولا مبادئ الكتاب المقدس من أجل ذلك أنا بقول إذا رجعوا الناس كلها لمبادئ الإيمان المسيحي ودعموا حزب مسيحي لابد أن الكل رح يأخذ حقه بانتظام وغيره وغيره. بتحب تضيف على النقاط شوية؟ بدي أضيف بس من وجهة نظر تانية لأنه I think Edward غطاها تمام. كنا عم نتعب المشاهدين نعم. كنا مبارح
public meeting للكونسل amalgamation اللي هو اقتراح عام في الحزب الحاكم الحالي لدمج البلديات. فكنا موجودين بهولرويد كونسل. دمج المجلس البلدي وين في يعني كل مكان ولا بس؟ لا هو اقتراح يعني في له كتير، ما رح فوت بتفاصيله. النتيجة هي انه اذا بلدية مش قادرة تقوم بكلفتها المادية انه في اقتراح يندمجوا كذا بلدية مع بعض. فكنا قاعدين كل مرشحي المنطقة من كل الأحزاب، النواب الحاليين، حدا من اليونيون، حدا من الكونسل اتسترا. وتقريبا الصالة يعني فوق 80% عم بقولوا انه هن مش موافقين لدمج بلدية هولرويد مع بلدية بارماتا. الأعضاء البلدية كلهم عبروا عن هالشي، رئيس البلدية عبر عن هالشي، وهولرويد من البلديات القليل يلي ما عندهم دين، يعني يلي فاينانشلي عم يعملوا كتير منيح. فالشي يلي كتير كان ملفت لإلي إنه ما بيهم شو بيقول الشعب وما بيهم شو بيقولوا الأكترية بالغرفة، السلطة السياسية هي اللي بدها تقرر. فكانت نقطتي أنا إنه يلي قلته مبارح إنه انتو منتخبين للسياسيين الموجودين، انتو منتخبين لخدمة الشعب طبعا، مش لتتسلطوا، لمنتخبين لتخدمونا ولتسمعوا رأينا. انت انا بعطيك صوتي، شو يعني اعطيتك صوتي؟ انا تتحكي باسمي، تتحكي بصوتي لتسمع صوتي، مش لتعتبر انه صوتك عنده الفهم الكافي وانت قادر تسيطر على صوتي وتسكتني وانت تقول شو انت برأيك لازم يصير. هو للأسف، لا قطعتك بس وبعدين فيك تضيفي، للأسف انا اللي عم شوفه اكتر شيء هيدي الخروقات عم تصير في مناطق الاثنيين. يعني الشعوب اللي جاي من الخارج واثنية، وخاصة جاي من فكر الشرق الاوسط، لانه فكر الشرق الاوسط اعطيني وبعطيك وشوية مسيرات لكن تقريبا بالمناطق الاخرى تقريبا الشعب الاسترالي الانجلو ساكسون بالذات حريص جدا وبيطالب حقه على اخر لحظة، يعني مش سهل يسكت، بس نحن من عديها وما بنعرف نطالب بحقنا. جاء الوقت أن نطالب بحقوق الشعب حتى الناس ترتاح يا أحبة في المناطق اللي فيها ماجورتي أكثرية إثنية. تفضل أختي. فهذا الشيء يلي يعني بتطلع على العالم وبتحس عندهم إحباط تام من الأحزاب الرئيسية. مش بمعنى وجهات الأحزاب، بمعنى أنه هيدي السلطة يلي هي بتقرر عنك انت شو لازم تفكر. فحسينا شعرنا انه كان في كتير عطش لديمقراطية حقيقية، لحدا يسمعهم حقيقة ولحدا يقلن انا ما عندي اجندة، انا صوتكم لكم. فلما طلعت حكيت قلت لهم نحن هون عنا كراسي محجوزين، ميكرويات، عنا كل حدا كباية ماء، انتم معتكم كباية ماء، وعنا نيم كارد اسمنا حاطين لنا اياه. بتعرفوا ليش؟ لأنه نحن هون تنكفي مسؤوليتنا بخدمتكم مش بالتسلط عليكم. انتو مين بده دمج بلدية هولرويد؟ علوا ايديكم. مين ما بده؟ صالة كل عالية ايديا. اذا انا بحكي غير هيك انا هيدا مش مطرحي. يعني انا عم خون الامانة. عم خون الامانة. فهيدا الشيء يلي دايما منجرب نقوله. حتى مثلا بدائرة جرانفيل كانت من الدائرات يلي تم استثناءها بالاصوات التفضيلية. وهيدا الشيء على قلبي اقوله لانه كتير عم يسألوني العالم. ما في مشاكل شخصية وما في مشاكل مع خط حزب الاحرار ابدا، بالعكس في تحالف تاريخي وفي كتير التقاء بوجهات النظر. الا انه لما انت بتكون بدائرة وبيتم التعبير لك بصوت كتير عالي، ألاف ألاف من الأشخاص اللي ضمن دائرتك بخبروك قصصهم وبقولوا لك بنتمنى عليك تكوني البديل، مش تكوني باب خلفي تمرير أمور لمرشح معين. أقل واجباتي أنا إذا كنت بهمني أشتغل بالشأن العام بدي يكون بهمني الشأن العام، شأنهم يعني وبهمني صوتهم. أقل واجباتنا أنه نسمع لصوتهم وحقيقة نمثل هالرأي يلي هن أشكرك جدا، الرب يباركي. طيب أسيس أدوارد آخر كلمة لأنه أنا لازم غلي، وآخر كلمة للأخ مات ويفرجينا كيف بيصوت المنتخب من فضلك. الناخب قصدي. بس حابب يعني أنهي وحتى لا يساء فهمي من كلام اللي تكلمته، كان غايتي أنه أفرح أنه عمل عجيب في هذه الانتخابات. بس سوء تفاهم عن الحزب المسيحي الديمقراطي في الأحزاب ممكن أخرى قاعدة تحرضون.
الموضوع الشريعة، لما احنا بنقول بنعارض الشريعة، الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية، احنا بنقصد أمور محددة، اللي هذا المواطن اللي جاي له حرية أن يعيش حريته. يعني ما عندنا مانع إذا في إذا بده يأكل لحم حلال يأكل لحم حلال، وإذا متعودة تلبس حجاب بعد مشكلة، بس إذا في حد يجي يضغط على العائلة وبيحرجهم مشان ينعزلوا، إحنا بدنا نريد تجانس المجتمع مع بعض. هذول جايين يمكن يتجنسوا مو يعزلهم، فإذا في حد جاي بيعلم يضغط على العائلة من برا العائلة وبيقول لازم تحطوا هذه الأمور، إحنا بدنا يعني نقول أنتوا لكم الحرية، عندكم حرية، إحنا بس الأمور اللي تهدد الأمن إحنا أشكرك جدا. نعم. أخي مات، لازم نقول للأحباء كيف ينتخبوا، ورب يعطيك نعمة تكون معلم مبسط. شكرا مبسط. أي حد راح ينتخب هياخد ورقة من الناس اللي واقفة على الباب. احنا ان شاء الله هنغطي كل اللجان الانتخابيه، لو ما غطيناش تحاول تبص على البوستر، معظم الصور بتاعه الحزب الديمقراطي المسيحي اورنج، انا حاطط نون هنا اهو. نون يعني شو؟ نون ده نصراني. نصراني ده اللي حصل للمسيحيين في الشرق الاوسط، في الموصل، في الموصل وفي ليبيا وفي كل حته. لما النصار. كتبوا على لما كتبوا على ابواب yeah. انا اتحدى اي حزب تاني يحط النون ده، عشان لازم بوليتيكلي كوريكت. احنا الوحاده اللي بنتكلم على الحاجات دي كلها. نعم. فبص على البوستر، ولما انت تخش لما تخش هتاخد ورقه زي كده اهو، ماشي؟ الورقه في الحجم ده، بس انا عندي ورقه اكبر عشان تبقى واضحه. في واحده كبيره وواحده صغيره. انت وداخل اللجنه الانتخابيه خد الورقه دي واتبع اللي مكتوب فيها، اتبع المكتوب فيها. لما تخش جوه تنتخب في الانتخابات هدوك ورقتين، ورقه خضراء صغيره بيبقى عليها صوره المرشح، اذا كان انا في ليفربول هيديك ورقه خضراء صغيره، وهيديك ورقه كبيره بيضه. اورايت، ورقه كبيره بيضه. الورقه الكبيره البيضه اللي انت محتاجه فيها في كده اسماء تحت الخط واسماء فوق الخط، فانت محتاج تحط رقم واحد قدام فريد نايل جروب اللي هي جايه السنه دي كيو. يعني انت عندك مثلا A B C D F لغايه كيو، عندي كيو فوق الخط حط واحد، ده اللي انت محتاجه بالمربع. عند فريد نايل حط واحد، ما ينفعش تشخبط، ما ينفعش تحط اكس، لو اكس تبقى غلط، لازم تحط واحد، ماشي؟ رقم واحد. احنا ان شاء الله هناخد الكورس بتاع فريد نايل تاني يرجع لنا باذن الله، واللي هتباع هنعمل ديل مع حزب الاحرار ونظبط معهم. احنا في الورقه الصغيره يعني اذا كانت الاصوات كتيره برقم واحد للكيو للحزب المسيحي، في امل كمان يربح روس كليفورد ان شاء الله، ويكون بمجلس الشيوخ مع فريد نايل ومع بول جرين. ان شاء الله كده عندنا ثلاثه في مجلس الشيوخ، بيصيروا ماسكين ميزان القوه ان شاء الله، ربنا عندنا قوه اكتر. نعم. في الورقه الصغيره هتاخدها الخضراء، مش هيبقى فيها صوره حد، هيبقى فيها ثلاث، فيها في حتت فيها خمس اسماء، في حتت فيها اربع اسماء، في حتت فيها سبع اسماء. فانا بطلب منك حط واحد قدام الحزب المسيحي، وشوف الورقه نفسها بتاعت الحزب المسيحي بتقولك حط اتنين فين. احنا دايما بندي اتنين الاحرار، بس في بعض الكراسي هيبقى صعب ندي الاحرار فيها، لانه مش واقفين. الكرسي بتاع كوجي انسان شاز، اللي واقف على الكرسي بتاع سيدني سيتي شاز، فضد المبادئ بتاعتنا. فلازم انت تخلي بالك اللي بيديك الورقه تشوف كاتب ايه فيها، ودي في الاخر انت اختيارك، ادي واحد للحزب المسيحي واتنين للحزب اللي انت تختاره، ماشي؟ ولو انت مش عارف اسال الناس اللي واقفه، هيبقى معظم الفولنتير لابسين اورنج وعليه كريستيان ديمقراطيك بارتي. صوت اتنين مش هينفعنا، لما تديني صوت اتنين مش هينفعنا، لما تدي مثلا احرار واحد وانا اتنين، الاحرار هيمشي اللي في دماغه، العمال هيمشي اللي في دماغه، لكن لما تديني واحد وانا مش هاخد الكرسي هديهوله، هيبقى انا هقول قبل ما اديهولك انا عايزك تمشي الحاجات اللي انا بؤمن بيها، لان في 10 20% 30% انتخبوني، في ناس لسه بتؤمن بالمبادئ المسيحية، بالقيم والمبادئ والحرية. شكرا. أشكرك جدا. طيب ربي يبارككم، أنا من جديد أتمنى لكم التوفيق. شكرا يا سيس على محبتك. ربي يبارككم. للتذكير يا أحبائي، كما قلت في البدايات وأقولها حتى لألا يسيء فهمنا، القناة الكرمة قناة بتحب تدعم العمل المسيحي ورجال الله وكل من يطالب بحق الإنجيل وبحق الحرية والعدالة وغيرها والديمقراطية. فنحن نتمنى يا أحبائي أنه تكون الأمور صارت واضحة. هذه الحلقات بشأن الانتخابات ستعاد عدة مرات بنعمة الرب، شاكرين الرب اولا والقناة الكرمة ثانيا، لانه الكرمة مقدمة كل هذه الامور فولنتير تطوع
يعني لا أخذ فلوس ولا تطوع، بس حتى تدعم عمل الرب. نشكر الرب من أجل الكرمة ومن أجل الأحباء المسؤولين، وخاصة الأخ صموئيل استيفانوس والأخت منى زوجته استيفانوس. رب يبارككم أحبائي. مثل ما قلت حتى لا يساء الفهم، حزب العمال مدير الأستوديو اتصل فيهم بالإيميلات حتى يودوا لنا ناس يعملوا معي مقابلة، بس ما سمعنا منهم خبر. فنحن عملنا مع الأحرار ومع السي دي بي، لكن فوق كل هذا نحن نؤمن بهذا العمل، عمل الرب. لازم ندعم العمل من كل قلوبنا حتى يكون لنا مستقبل أفضل لنا وأولادنا، ونرضي الرب أولا، مش نرضي بطوننا أو جيابنا إذا عطيوني دولار زيادة أو ناقص. أهم شيء أني أرضي الرب. وما ننسى أنه نصلي حتى لما ننتخب، ننتخب بإعلان من عند الرب. الكتاب المقدس بيقول بسفر الأمثال الإصحاح الثامن بفم المسيح، بيقول الرب يسوع كمثل أنه كرمز للحكمة، أنا الحكمة وأسكن الذكاء وإلى ما هنالك، وبعدين بيقول بي تملك الملوك وتقضي العظماء عدلا. فكل الناس اللي بيملكوا لازم يجوا تحت سلطان المسيح، إذا رفضوا خانوا الأمانة. الرب يحفظكم ويبارككم، وإن شاء الله بنعمة الرب نتقابل معكم ونسمع الأخبار الحلوة المباركة، مش بس في أستراليا، في كل العالم. الرب يبارككم وأشكركم لأجل التواصل. الرب معكم. We'll be right back.